السلام عليكم. المجد والخلود لشهدائنا الأبرار، ومرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير دي زاد. اليوم الحصة تاعنا وين غادي نتكلموا على علي بن شيخ. علي بن شيخ وين دائما وين يخرج بتصريحات تاعه، التصريحات تاعه، تصريحات يتكلم على تاريخه، يتكلم على حنايا. نقولوا له باللي يا ودي انت نورمالمون كون من عيطوا لك 82 وقلت لهم انا ما نروحش، يروح قموح، انا ما لعبتش، يروح قموح. نورمالمون ماجر كون من عيطوا لك وقال لهم لا، يروح غمري تاع اللازم. انا ديت له بلاصتو. صرات نقول كي صرات مي بغاو يطردوا ماندي، بغاو يطردوا ماندي، مي جاو هذو بغاو يطردوا ماندي، ايا جابوا في بلاصته عطال. ولا يقول لك هذا احسن ماندي، كي والو هذا احسن، كي كانوا طايحين على ماندي فما في طوي يفرشوا الطريق العطال. العطال كان يلعب الجهه تاع لاغوش، منا ولاو يحوسوا كيفاش يفرشوا له الطريق، ولاو طايحين على ماندي. هذه هي السبه تاعها برك. هذا مكان هذو فانيك كان عندهم هذا السبه كيما هكا. احنا نشوفوا كيفاش الشيخ وين قال لهم بلي انا كنت باباها وانايا وانا الافضل، كنت الافضل والاكثر شعبيه، وكي ندخل الناس تترعد. بالصح وزير حوحو قلع التليكول باللومي وعطاه لك انت، ما تقولش بلي كان انا كنت قليل وانايا يحقروني وانا منه. لا، الوزير كان انت وزير كومبلي دعمك، انت الرئيس الله يرحمه دعمك، رئيس بومدي الله يرحمه ودعمك. شو كيفاش انت حق ما تلعبش ودعمك. هذيك شويه انت فانيك شويه اعرف روحك. احنا ما شاهدناش، انت كنت الناس كانت ترعد منك. بصح ما الناس ترعد منهم، وكنت ديت باللومي كان في كي يسموها كان في الغرقه يلعب، والصحافه قلال مكاشي، ما كاش عنده هشام عبود هذاك اللي كان يطلع في ماجر ويطلع فيك ويطلع في قندوز ويطلع في الجماعه تاوعه يلعبوا. باللومي ما كاش عنده هشام عبود، هشام عبود كان يكتب كونت باللومي، كان يكتب كونت باللومي اكاي الارشيف، ولا يقول لهم فتره وجيزه، ولا يقول لهم فتره وجيزه فقط على باللومي في 79 8 79 80، ولا يقول لهم فتره وجيزه وتفوت. لعاب هذا ما تقارعوش منه بزاف. شو كيفاش مازال جورنان عند الاخضر باللومي، مازال جورنان عند الاخضر باللومي باش يكون على بالكم. هذا هشام عبود كان يقول لهم فتره وجيزه برك، وكان يشكر في ماجر ويشكر في هذا ويشكر في قندوز ويشكر في جماعته، جماعه تاعه. بصح انت كي اليوم تجي تقول بلي انا كنت محقور، ما كنتش محقور، تعاونك الرئيس كومبلي عاونك حوحو، وزير حوحو فينيك انت ما لعبتش. نورمالمون انت ما تروحش لي حقروه قموح لي لعبوا كلش وحقروه، انت ما لعبش كاليفيكاسيون. قموح غمري هذو اللي حقروهم، هذو اللي حقروهم بنصولو حقروه، بنصولو بغاو يحقروه، بغاو يحقروه. هذه هي على ذلك. نسمعوا اليوم اش تتكلم الحاج بالشيخ، نقولوا الحاج بالك تروح لمكة، بالك تتفكر وتروح لمكة، ما تروحش تفوتها في اسبانيا. انا ما قلتلوش نلعب درع كيما داروا في 86 وخلي مقبل قناتي، فهمني؟ هذا ماشي درع. انا جيتي الميور توجور الميور، لو كان زوق شويه. ومع سعد قلنا لا صح، لما يقول سعد نضر على روحي، نضر على روحي. الميور جيتي توجور الميور، اللي حب حبوا لي كراكرا. هذا ما كانوش تسي ناس كبار يقولوا لك لا واش كنت صح باش نهضروا. قال لي دخلني مور، هذه على سعد انا قلت لي الله كريم. قال لي كي تدخل دوزيام ليطو، قلت له انت لعب تروزيام ليطو، جيب معايا الليطو عند خرج. خرج فرحت، ومن بعد ثاني تلاقي نهضر معايا هكذا، ومن بعد بعث لي الاخر عاود وليت قال لي صح تدخل رونترو. كي دخلت رونترو واش صرا هنا؟ ما كاش كاين احترام تما نلعب، تاع نلعب ولا نروح. بعد يجي يقول لك حنايا كنا كي نشوفوا لونتيان نحطوا ريسالنا، نخافوا من سنيو بلا ما نشوفوا. هو في 83
مولودية، قال مولودية الجزائر 100 مليون ولا ما نلعبش، وقال لك كنا نخافوا باش نسنيو، كي نسنيو نخافوا بلا ما نشوفوا. اه يا عمي عليا والله ما حقرك بشي، والله طاوك 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 ايش قالك من فوق من كما هذاك الوقت قالنا من فوق على من فوق والله لا والله العظيم في هذه نجي ضدك يا بشيخ. من فوق كانوا يدخلوا للبيستيال الوزير حوحو بروحو دخل دخل للبيستيال وقلع التريكو البلومي وطاهو لك انت باش تلعب، ما كاش من فوق كانوا يبغوك انت. الشيخ البارح ما حرز برك البارح أقول قندوز وما جرو جماعته الناس اتقرعت من الكتوبات والتنوفيق والغيرة والحسد صح. لما يرسي المير لما ينبغ سي المواطن والصير هو الصير كانت ليكيب ناسيونالي ما عندوش بلاصتو كاع يتكونفوكا ما يتكونفوكاش اقسم بالله ما يتكونفوكا سارتان جوار والله 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 رانا في العواش ربي يديني ولا نكذب غير ما عندهم بلاصتو ما عرفتش ما عندوش نيفو في ليكيب ناسيونال منصوري او ديك ويسي تزوجوا به في نيجيريا طروا بيترول سقسوا سرباح سقسوا سرباح لكويسي منها راحوا جابوا منصوري على بالكم بلي منصوري كذب كذب راحوا كذب ريمينيغي لها عليه غي خيال برك مركان ريمينيغي باك تحملوا لك 82 هي الشيطان تاع شكان ورا خويا وين كان كويسي كويسي الشيطان الشيخ بالشيخ 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 يا بالشيخ والله العظيم ناس ناس كاين كاين اللي يبغيك وكنا نبغوكم حنايا انا اصلا انا 2010 وكلش كنت نقول علاش ما نديروش قنوات ونجيبو بالشيخ ونجيبو ماجر ونجيبو لعابه مرسقه ونجيبو جماعه ونجيبو منا ويديرونا تحاليل ويعطونا رايهم بصح من بعد كي بنتو صاكم كيما شارلو كنتو ساكتين الناس يبغوكم شارلو كان يدير غير الحركات كانت الناس تتبعه نهار اللي دار بالصوره دار بالصوت الصوره والصوت الناس ما تفرجاتوش بزاف هذه هي انتم صايكم كيما كان كيما شارلو كو قعدتوا ساكتين كاع خير ولا كو جبتكو جيتو طيتو تحاليل تاعكم طيتو انتم وليتو تجيو تصفوا في حساباتكم بليكيب ناسيونال وليتو تصفوا في حساباتكم بليكيب ناسيونال ها الغلطه تاعكم وين درتوها هذه هي الغلطه تاعكم ويدو تجو تصفو حساباتكم بليكيب ناسيونال هي نورمالمون عندك مشكله مع واحد تروح تطب عليه في الدار الو ولا تعيط له ولا تطب ارواح اش كاين بيناتنا ارواح اش كاين بيناتنا انتم تجو للتلفزيون وطايحين والشعب يشوف يقرا ويشوف يسمع ويسمع ويلملكم النهار اللي بغيتو تولوا ستو البيبان بالليل كيما تهدر ما يامنوكش غادي كيما تهدر ما يامنوكش راك تشوف انا اودي خلي الناس تهضر عليك ولا النهار اللي تموت الناس يهضروا عليك فانيك خلي الناس تهضر عليك ماشي انت تهضر على روحك خلي الناس يقولوا ماشي انت تقول
هذه اللي نعرفها. دونك انتم ما دخلتوا لي غير انا باللومي اش تيقول باللومي يلعب مباراه تاع لي ريس دي موند مكاش اللي يلعبها مورا هو مكاش اللي يلعبها هذه هي مكاش اللي يلعبها مورا كاع الناس وداها من الغرقه باللومي داها من الغرقه زادشي تاع لافاف زادشي تاع لافاف اللي تعطي له اللجنه الولائية تاع الاستثمار اللي رأسها يعني باش هكذا ولكني نبينوا له الحقائق اللي يعني لي بلوسور لي بلين اللي دارهم هنا في تيار زاد شي يدي 1000 هكتار لي بلوسور لي بلين اللي دارهم هنا في تيار زاد شي يدي 1000 هكتار 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 يدي 1000 هكتار في الرشايقة في المنطقة اللي تتسمى الرشة وام الزبوش الرشة وام الزبوش الرشايقة هذه يعني راها الأولى وطنيا في إنتاج البصل والأولى وطنيا في إنتاج الثوم وعندها مكانة مرموقة في إنتاج البطاطا وخيرات ربي هاهم وين يجوا الدولار ويبيعوها 1000 هكتار لزاتشي ويبيعوها 1000 هكتار لزاتشي فيه هنا يجوا الدولار ويبيعوها 1000 هكتار لزاتشي.